بين هذه السفوح. احتضنت بورصة شمال غرب تركيا عشرات الحضارات عبر التاريخ، ليتماشى اليوم في شوارعها التاريخ جنباً إلى جنب مع الحياة المدنية الحديثة، إذ لا يكاد يخلو حي إلا وفيه أثر تاريخي، بينما تترامى على أطرافها قرى تاريخية اشتهرت بقدم منازلها التي تحافظ على تراثها إلى يومنا هذا، ما جعلها ذخراً تاريخياً بعيون أصحابها. بورصة تاريخي بشير. بورصة مدينة تاريخية عريقة وعاصمة للدولة العثمانية، وبفضل مقوماتها التاريخية والجغرافية شكلت مقصداً للسياح والمستثمرين المحليين والأجانب والعرب، كما شكلت هدفاً للهجرة الداخلية والخارجية لما تؤمنه من حضن دافئ لهم. بعمرانه الحديث، جمع متحف بورصة البانورامي تاريخ المدينة القديم والحديث، بينما يعرض في قبته مجسم ثلاثي الأبعاد يتحدث عن المدينة التاريخية أيام العثمانيين التي اتخذ منها السلطان أورهان غازي أول عاصمة لدولته بداية القرن الرابع عشر. المتحف البانورامي يهدف لرسم لوحة عامة عن الفتح العثماني، لا سيما لمدينة بورصة على يد السلطان أورهان غازي، ويتألف من قسمين: قسم للوحات ويضم 16 لوحة تتحدث عن دخول العثمانيين إلى الأراضي الغربية، والثاني قبة ثلاثية الأبعاد تصف لحظة تسلم أورهان غازي مفاتيح بورصة من الإمبراطور البيزنطي. جوامع ومزارات ومتاحف، وجهة لمعظم الزائرين الجدد إلى بورصة، لا سيما مزار الأمير سلطان وساعة توبهانه والجامع الكبير المعروف باسم أولو جامي الذي أسس قبل مئات الأعوام. تركيا مزن أمة أنم. الجامع الكبير أحد أهم الجوامع في تركيا، أسسه السلطان يلدرم بايزيد عام 1399 ويعرف بجامع العشرين قبة، وبقيت أبوابه مفتوحة لعصور. بورصة تعد أحد أهم الولايات التركية في مجالات الصناعة والسياحة والاستجمام، لما تملكه من مقومات طبيعية وجغرافية وتاريخية جعلت منها سادس أكبر مدينة صناعية في تركيا، وقبلة للسياح والمستثمرين السوريين والعرب، بينما شكل مشروع السيارة المحلي الجديد عامل جذب إضافي بالنسبة لأهلها. ميناء جيميليك في بورصة، حيث يوجد معمل السيارة المحلية الجديد، يشكل مقصداً للمستثمرين الأجانب ولا سيما العرب في الآونة الأخيرة بسبب موقعه الاستراتيجي الذي يشكل عقدة وصل بين بورصة واسطنبول وإزمت، وخدمات التجارة الحرة التي يؤمنها للمستثمرين. بمناخها الاستثماري والسياحي هذا، شكلت بورصة وجهة للسوريين في السنوات الأخيرة أيضاً، إذ يشكل السوريون نحو 6% من تعداد سكانها، وأنشأوا فيها قرابة 400 مصنع وشركة تجارية بحسب الإحصائيات الأخيرة. حيث يمتزج الحاضر بعبق التاريخ في أول عاصمة للعثمانيين، تشكل بورصة مقصداً لسياحة الآثار والطبيعة والاستجمام، لا سيما للعرب والسوريين. لتلفزيون سوريا سيمان عناعة، بورصة.